بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن. قالوا في القرآن أخطاء، ووجود الأخطاء في كتاب ما يعني أن هذا الكتاب ليس من عند الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الغلط، ونحن نوافقهم بأن الله لا يعلم الغلط، ووجود غلط في كتاب ما فإنه يعني بالضرورة أن هذا الكتاب ليس من عند الله. لكن دعونا نتساءل، ما هي الأخطاء التي يزعمون وجودها في القرآن العظيم؟ هل هي أخطاء في الحقيقة في القرآن، أم هي أخطاء في الفهوم التي قرأت القرآن فلم تع ما يقوله القرآن؟ قالوا القرآن أخطأ حين تحدث عن الملك ذي القرنين فقال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قالوا القرآن يقول بأن الشمس تغرب في عين حمئة، أي في بئر ماء، وهذا بالطبع يتعارض مع ما هو معروف عند العلماء في هذا الزمان. نقول نعم، إن هذا لم يقله القرآن، القرآن لم يقل بأن الشمس تغرب في عين حمئة، إن القرآن واضح وصريح في حديثه عن الشمس والقمر والأرض، فقد ذكر بأن هذه الكواكب أو النجوم أفلاك سابحة في السماء وليست أجزاء صغيرة حتى يحتويها بئر ماء أو غير ذلك. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن الشمس والقمر والأرض وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. لكل من هذه النجوم أو الكواكب أفلاك تدور فيها، وليس أنها أجرام صغيرة من الممكن أن يحتويها بئر ماء أو غير ذلك، فهذه حقيقة يقررها القرآن الكريم. إذن ماذا عن المعنى الذي يقوله هؤلاء؟ دعونا نقرأ الآية مرة أخرى. يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها. ماذا تعني كلمة وجدها؟ تعني رآها تغرب في عين حمئة. لو قدر لواحد فينا أن يذهب إلى البحر في ساعة الغروب سيرى الشمس وهي تغرب في الماء، فقال رأيت الشمس تغرب في الماء، فهل كلامه غلط؟ بالطبع لا، لأن ما رآه هو بالفعل أن الشمس تغرب في الماء، ولا يعني هذا قوله الشمس تغرب في الماء. فالقرآن ماذا قال؟ قال وجدها تغرب في عين حمئة، ولم يقل بأن الشمس تغرب في عين حمئة. وهذا المعنى مستقر عند علمائنا منذ زمن بعيد، ففي عام 507 هجري القفال رحمة الله عليه من أئمة المسلمين يقول في تفسير هذه الآية ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا حتى وصل إلى جرمها ومسها، لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة. إذن ما هو المعنى؟ يقول فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أننا نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض، ولهذا قال وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ولم يرد بأنها تطلع عليهم بأنها تماسهم وتلاصقهم. هذا المعنى ذكره الإمام القفال ومثله كثير عند العلماء، فالرازي رحمة الله عليه في تفسيره يقول مثل هذا المعنى، ومثله يقوله ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم. دعونا نقرأ مقتطفا مما قاله ابن كثير رحمة الله عليه. يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية الغرب وهو مغرب الشمس،
وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، هذا أمر لا يكون. وقوله وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الذي هي مثبتة فيه فهي لا تفارقه. هذا ما يقول الإمام ابن كثير قبل أن يأتي الأفاكون فيفتروا على القرآن هذا الخطأ الذي يدعونه. أيضا نقول لهؤلاء الذين يتحدثون عن مغرب الشمس في عين حمئة، نقول أما سمعتم القرآن العظيم وهو يتحدث عن المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب، فالقرآن يتحدث عن لحظة شروق ولحظة غروب في كل لحظة، ففي كل ثانية الشمس في حالة شروق وهي أيضا في حالة غروب، والله عز وجل هو رب المشارق والمغارب. ثم عدنا إلى النص مرة أخرى سنجد أن النص يحيل هذا المعنى الذي يقوله هؤلاء الأفاكون، ذلك أن النص يقول ثم أتبع سببا، بعد أن يتحدث عن غروب الشمس يقول ثم أتبع سببا، أي سلك طريقا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم، إلى آخر الآية. فلو كانت الشمس قد غربت في بئر ماء، فالمعنى الذي ينتظره السامع أو القارئ الذي يفهم وفق هذا المفهوم أنها ستطلع من ذات المكان الذي غربت فيه، لكن ذو القرنين كما أخبر القرآن سار حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وهكذا يتضح المقال بأن الله عز وجل يذكر بأن الشمس وجدها ذو القرنين فيما يتبدى للرائي تغرب في عين حمئة، ولا يقول بأنها تغرب في عين حمئة. إذا استمعنا هذا المعنى فإن قائلا قد يقول إنما تذكره من معنى يشكل فيه ما رواه الإمام البزار، فقد روى البزار عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر هل تدري أين تغيب هذه الشمس؟ فإنها تغرب في عين حمئة تنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش، فإذا كان خروجها أذن الله لها، فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها. يقول هذا المعنى يتعارض مع المعنى الذي أذكره في تفسير الآية. أقول هذا الحديث لا يصح ذكره ولا يصح الاحتجاج به. هذا الحديث يرويه الإمام البزار من رواية سفيان ابن حسين الواسطي السلمي، وهذا الراوي راو ضعفه العلماء وردوا روايته، فهذه الرواية مردودة عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في تاريخ بغداد يقول عن هذا الرجل ليس بذاك وضعفه، ليس بذاك سفيان، ليس بذاك الرجل الذي يؤخذ عنه العلم. ابن أبي شيبة رحمة الله عليه يقول عن سفيان كان ثقة أي في دينه، ولكنه كان مضطربا في الحديث، لم يكن ممن يحفظ الرواية فتجوز الرواية عنه. محمد بن سعد يقول عنه ثقة يخطئ في حديثه كثيرا، فهو رجل معروف عند العلماء بكثرة الخطأ، وهذا ذكره صاحب تهذيب الكمال. يحيى بن معين رحمة الله عليه يقول عن سفيان هذا ليس بالحافظ. إذن من خلال أقوال هؤلاء العلماء يتبين أن هذا الراوي راوي ضعيف، فمثل هذا لا يكون حجة علينا في ديننا، بل هذه الرواية مردودة عليه لأنه خالف فيها ما نعرفه من قرآن ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل يتجدد لقاؤنا بإذن الله تعالى.